جول كيبر الشناوي بيراميدز، علي جبر وباهر المحمدي، محمدي الاثنين سنتر باكين، باك ليفت ممكن طارق طه، باك رايت ممكن اسمه عبد الله بتاع حرس حدود، اختار عبد العاطي ممكن، وإيريك تراوري قدام، ممكن ناحيه الشمال ممكن اسلام عيسى من اللعيبه الكويسه جدا، كان كويس جدا، مهاجم احمد علي برضه من اللعيبه اللي بحبها قوي، كوينجر فاروق من بيراميدز، وعبد الله سعيد. في الاخر احنا رحنا لفرق ناس كتير قوي من بيراميدز يعني.